Rania Zouberi, conseillère chargée de la médiation culturelle et interculturelle au bureau exécutif de la Ligue des écrivaines du Maroc et membre du comité préparatoire de la création de la Ligue des écrivaines d'Afrique. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir de modérer une rencontre, une conférence débat autour de la littérature féminine, de son évolution vers un écrire femme entre subversion et engagement. Alors on va parler de transgression des tabous, on va parler d'engagement de l'écrivaine marocaine, on va essayer d'engager un débat conceptuel sur la question du genre en littérature. Nous avons le plaisir aujourd'hui d'accueillir de grands noms, de grandes expertes, des écrivaines, conférencières, universitaires, qui vont décortiquer justement cette problématique. Nous remercions d'ailleurs l'ISMAC pour ce partenariat, parce que je rappelle que cette conférence est organisée en partenariat avec l'Institut supérieur des métiers de l'audiovisuel et du cinéma et bien sûr la Ligue des écrivaines du Maroc. Zahra Az, قاصه وروائيه نائبه رئيسه صرافه كاتبه المغرب. أشارك بهذا الملتقى الوطني والدولي حول الإبداع النسوي المعاصر، فمداخلتي تتمحور حول هذا السؤال، سؤال يعني الأدب النسائي النسوي، هذا يعني التعريف له. نبذة تاريخية عن الأدب النسائي، أن الأدب أو الأدب النسوي مرتبط بالمرأة منذ أكثر من 4300 سنة. أول شاعرة كانت قبل 4300 سنة، ثم هناك أحداث تاريخية يعني معاناة المرأة الكاتبة وكيف أنها كانت يعني تستعير أسماء، يعني تنشر بأسماء مستعارة مثلا في الغرب في القرن العشرين والقرن التاسع عشر، وذلك حتى تتفادى كل الحيف والظلم الذي قد يصيبها جراء يعني لكونها امرأة. فيعني كل هذه الأشياء أتناولها في مداخلتي، ثم أتناول سؤال المرأة، وهل النساء الأدب النسوي هو فقط يهتم بقضية المرأة أم بقضية الإنسان ككل، ما دامت أن المعاناة هي إنسان سواء كان ذكرا أو أنثى. ثم هناك يعني سوف أعطي أمثلة لكاتبات معاصرات من المغرب والحركة الإبداعية النسائية في العالم العربي والمغاربي وفي إفريقيا، بما أن رابطة كاتبة المغرب يعني انفتحت على إفريقيا وعلى العالم المغاربي، ونحن بصدد تهيئة المؤتمر الأول لرابطة كاتبات الإفريقيات. عرضي رئيسة كاتبات المغرب، تدخل هذه الندوة التي جاءت ضمن برنامجنا الذي تقدمنا به للمعرض الدولي للكتاب والنشر بمناسبة الرباط عاصمة للثقافة العربية والإسلامية، كمساهمة منا بطبيعة الحال في الخروج من داخل أسوار المعرض الدولي للكتاب والنشر نحو القاعات الثقافية. وهو ليس خروج يعني بمعنى أن رابطة كاتبة المغرب هي الوحيدة التي قامت بهذا الفعل، بل نجد مجموعة من المنظمات سارت على هذا المنوال على أساس أن نجعل من كافة القاعات الثقافية الموجودة في الرباط قاعات تعج بمثل هذه الأسئلة. ولعل سؤال الكتابة النسائية يدخل في صميم انشغالاتنا، في صميم دفاعنا عن المرأة الكاتبة، في صميم البحث عن استراتيجيات أخرى لنشر هذه الكتابات، في صميم كذلك خلق نوع من التواصل ومن الشراكات التي تسعى إلى إيجاد القارئ في صفوف الطلبة، إيجاد القارئ في صفوف الحرفيين لما لا، إيجاد القارئ في صفوف عامة الشعب، إيجاد القارئ حيث هو.
لأن هذه المبدعة وهذه الكتيبة لن تكتب إلا لهذا الجمهور المختلف والمتنوع. اليوم بطبيعة الحال نحن الآن في هذه القاعة الجميلة والرائعة، ولكن سنخرج باتفاقية على أساس أن تكون رابطة كاتبة المغرب وهذا المعهد في لقاء متواصل من أجل تنظيم لقاءات مشتركة تمس مواضع مختلفة تهم الإعلام وتهم الثقافة وتهم كذلك السينما وتهم الكتابة بصفة عامة. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في العشرين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.